راجل مزيان زعما دوزنا معاه ما نقولش ليه والله يرحمه ويوسع عليه. هادشي اللي غادي نقولو هادشي اللي غادي نقول. والنسيب ديالكم كيفاش كانت العلاقه بينكم؟ الله يعمر هذا زعما ما نقولش ليك خويا صاحبي كلشي هذاك السيد الله يعمر هذا ما نسوش زعما المعشره ديال داك الراجل ما نساوهاش. هادشي اللي كاينه بنتي. شنو الرساله اللي تبغى تقولها للابنه ديالو اللي ما قدرش تجي؟ تنطلب الاحلام الصبر لا صبر ايوب البارحه دويت انا وياه بالليل وفرحانه تضحك قلت لي خالتي غادي نجيب لك بيبي ديالي باش تركبي انت جيبي لي مرحبا بي باش ني ملي قالوا لها قبيله انا نبقى فيه الحال ما نقولش لك غتكون مسكينه بعده مع الله مع الله هو اللي يكون معاها صافي حبيبه ديالي هادشي اللي كاين. ديال الله جيت هاد الصباح هذا انا من العائله ديال النساب ديال السي عمر داخوش كلنا صبحنا على هاد وقع هاد الخبر المؤلم والحزين ديال الفقد ديال الحبيب ديال المغاربه كاملين والفنان المحبوب والمعطاء السي عمر داخوش كان مسكين كيعاني مع المرض مدة ليست بالقصيرة مؤخرا تقريبا واحد الأسبوع تقريبا تزاد عليه الحال أكثر تم النقل ديالو إلى المستشفى ديال بوسكورة باش يتلقى العلاج بقى فيه واحد المدة قصيرة جدا ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يأخذه إليه طلب الله تعالى أن يكرم ضيافته ووفادته. كان كيعاني مسكين لدرجة أنه كان ما كيقدرش يعيش إلا إلا دار ديك الآلة ديال التنفس آلة التنفس الاصطناعي كان غير اللي بغى يتحرك من المكان لمكان خاصو يهزها معاه وينقلها معاه إلا بغى يدخل حاشاكم الدوش إلا بغى يمشي لغرفة الأكل إلا بغى يمشي للمطبخ كان يعني كيعاني مسكين في صمت طلب الله تعالى يكون هذا المرض وهذا الابتلاء كفاره ليه في الذنوب ديالو حيت الله سبحانه وتعالى من بين الاسباب اللي كيكفر بها الذنوب هو ان يبتلي عبده بالمرض. اسمحوا لي اللسان كيعتز على الكلام والاستاذ راه من السبعينات ومواكب هذا الفن هذا مشاو لينا فنانين كبار كجيدور كسالم ك اللوز اليوم حنا كنسمعوا خبر ديال عمر دخوش جاتنا خبر بحال الصاعقة من بعد واحد المرض اللي كنا في المستشفى كان عنده شويه تنفس قليل وكنقول لكم سمحوا لي راه ما نقدرش نبقى نزيد نتكلم معكم وشكرا للجميع على الرصع فينا من وكنا كنديروا مع جولات عشرنا في السبعينات كان واحد المسرح اللي ما كانش كتقدر تمثل فيه المرأة كانوا كيمثلوا فيه هما كيلبسوا حوايج العيالات لان كانت المراه صعيب باش تدخل الخشبه وكانوا كيمثلوا فيه راه من السبعينات وحنا ولادنا راه ولدوا وحنا باقيين في هذا الميدان والله ينجينا ونجيكم من الوباء هذا راه كلشي ناعس الفنان كاع باعوا الماتيريال اليوم انا كنتفاجئ كيقول لك راه توفى الله كنا عنده في المستشفى ما عمرنا غادي نلقاو شي عمر اخر دخوش انا لله وانا اليه راجعون. كنقول لهم عزاؤنا واحد وعزاء جميع الفنانين فالاستاذ عمر دخوش انا لله وانا اليه راجعون وانتبهوا لبعضياتنا احنا غاديين واحد واحد وشكرا. السي عمر جار ديالنا وديما معنا وديما صديقنا وديما حبيبنا وديما كيجمع معنا وانسان خلوق وانسان طيب وكيبغي الخير للناس وديما ضاحك معنا ديما عزيز على الجميع ديما عندنا هنايا في القهوه احتجاهم جارهم وانسان الله عمرها دار هذا مكان جوره ديال الحلال وجوره طيبه والله يرحمه الله يجدد عليه الرحيم. وداز عليه واحد المده طويله وهو كيعاني من المرض. اي مسكين كيعاني من اي مسكين وكيطلع علينا من البارك ومن الفوق وكيتاسف وكيسلم علينا من البارك ومن الفوق مسكين.